السلام عليكم. زي ما انتم شايفين الشرطه الاسرائيليه ايش بتسوي في العرب، الشعب العرب ترمي عليهم قنابل مسيل للدموع وقنابل صوتيه، روحت هربت الناس، الناس جايين متظاهرين زي كاي ناس جايين يتظاهروا، حقهم يتظاهروا. فالشرطه هان اعتدت على الشباب، على المحلات التجاريه، ضربت الشباب في نفس المحل، فاتت عليه جوا في قلب المحل وضربتهم، وفي كم من شاب اللي صاحب المحلات التجارية فاتوا لهم جوا وقعدوا يضربوا فيهم وخلوهم يسكروا المحلات غصب عنهم. الشعب العربي ما بينهان، الله